للطيف، اسم طفى على سطح الساحة السياسية بعد الثورة التونسية، ولا سيما في معرض الحديث عن الدور الخفي الذي لعبه الرجل في بلوغ الرئيس المخلوع إلى سدة الحكم. ولكن شاع الحديث عن أدوار غامضة للرجل في خدمة ما يعرف بالثورة المضادة أو التآمر على أمن الدولة بعد الثورة، واستعمال أذرعته بما يعرف بالدولة العميقة سياسيا وماليا وإعلاميا وأمنيا. بالنسبة لموضوع كمال الطيف، أعتقد أنه لغز كبير. تعرف منذ الثورة والناس تتحدث عن حكومة ظل يقودها كمال الطيف، عن ثورة مضادة يقودها كمال الطيف. موضوع المكالمات والمراسلات لهذا الشخص الذي يعتبر لغزا كبيرا تحيط به هالة كبيرة من الغموض، اتصالات بالمئات لصحفيين لمسؤولين لوزراء، حتى أصلا من يقول أنه المرشح محمد الناصر له اتصالات عديدة بكمال الطيف. لكن ما يطرح لماذا الآن؟ ونحن دائما نتساءل عن التوقيت، يعني حتى توقيت يثير إشكاليات. لماذا الآن يتم إيقاف كمال الطيف وطرح هذه القضية من جديد؟ يبدو أن ثم معناتها إرادة لإثارة الفوضى والبلبلة، بالرغم من أنه من المفروض في المسائل هذه الاعتقالات والمحاسبة عندها قانونها، وإحنا في الحزب ندعو إلى تفعيل قانون العدالة الانتقالية، وهذا هو اللي باش يحل كل هذه المشاكل. كمال الطيب هو السهر مصفى كمال النابلي، يعني هذه كارثة بكل المقاييس. التداعيات الأخيرة لمحاولة القبض على رجل الأعمال كمال الطيف المتهم بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، والذي يرمى أيضا إعلاميا بعلاقاته بأجهزة الاستخبارات الدولية، كشفت مظاهر أخرى من اندراجه في منظومة الدولة العميقة، خاصة بعد تغيير حاكم التحقيق وتواصل استعصائه على القضاء. أكيد أنه لما كانت هناك دعوة قاضي تحقيق المثلة ممكن ثم شيء ما غير واضح، أكيد أنه قاضي تحقيق مش يقوم بالدورة متاعه. مطلوب لما أي شخص في العالم توصله بطاقة جلب أو بطاقة دعوة من قاضي تحقيق أن يمثل أمام القضاء، لأنه نحن نحب القضاء يكون مستقل. اسمه كمال الطيف ولا اسمه أي شخص آخر، لا أحد فوق القانون. كمال الطيف هو إنسان تونسي، إذا كان فات القانون عليه أن يحاسب كما يحاسب بقية أبناء شعبنا. إذا ما تجاوز القانون من حقه أنه يتعدى على العدالة، والعدالة تكون كلمتها طبعا إذا كان هناك قضاء مستقل.